هدف من قبل رشيد 26 دقيقة لعب في الشوط الأول، ومنتصر التيت طالبي يفتتح التسجيل في الدقيقة 14. نحكي على عائلات مفقودين منذ شهر أبريل في عملية حرق. تتفاجأ العائلات هذه بخطوطهم الهاتفية مفتوحة لدى غرباء. شنية الحكاية؟ نستقبل بعضنا سي فتحي بن عايشة من جبنيانة، والد أحد المفقودين. سي فتحي مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا. شن أحوالك؟ والله الحمد لله لاباس. سي فتحي، ولدك شارك في عملية حرق وقتش بالضبط؟ 28 أبريل. مخرج من جبنيانة؟ لا لا لا، ولدي من سيدي علوان. أنت من سيدي علوان معناتها من مهدية؟ مهدية صحيح. من مهدية. معاكم شكون من جبنيانة هكا ولا؟ معنا من ملولش ومن ولاد جبل الله، من عرش ملولش ولاد جبل الله. فوالا، معناتها ثلاثة مناطق هذوما شاركوا في عملية الاجتياز الحدود والبرادعة. ملولش، جبلة، البرادعة، أولاد جبلة، البرادعة، وسيدي علوان. سيدي علوان. قداش من كانوا من في العملية هذه؟ قداش من مشارك؟ فما 13 مشارك. خرجوا في بالكم أنتم معناتها بالعملية الحرقة ولا ما علمكمش؟ أنا علمت، كان بعث لي مساج بوكال معناها على المسمح، قال لي وبراني يعني خرجت. بعد ما خرج معناتها؟ ايه، مساعتين ودرجين بتاع الليل. خرجوا في الليل معناتها؟ ايه. ومن وقتها ما عندكم حتى معلومه؟ تواصلوا معاكم ما تواصلوش؟ شنو اللي صار بالضبط؟ اللي صار بعدها ممكن نهار 20 ماي طلبت بنتي التليفون، ديما تطلب فيه التليفون، بنتي تعيش في ليبيا، تطلب فيه بال بيس ليبيا معناها المدار ولا ليبيانا ما عارش. بيس ليبيا هاي؟ اتحصلت تحل التليفون، تتحل فهمت ولا ما نجمتش تسجل، ما جاش لبالها باش تسجل المكالمة فهمت. اي. كلمتني مع حكاية الأحداث بتاع الليل، قالت لي بابا راهو تليفون أنا وخويا تحل، ورد علي واحد فهمت تكلم فيه وما فهمتوش معناها يتكلم بالنظيم شوية بالعربي وبالانجليزي ما خلط اللغات نتاعو هاي. فبالتالي عملت عريضة انا للسيد كل الجمهورية فهمت، وعلى اساس معناها مش من المحكمة مغادي كلي معناها يعملوا تسخير ويشوفوا ايش يعملوا. هاي ما قال لي لا، يلزمك ترجع بها المركز الشرطة بتاع سيدي علوان، المنطقة بتاعت رئيس المركز هو اللي يعمل التسخير معناها البحث معناها زيد يبحثني معناها يعمل لي محضر بحث ولا شنو. اي. باش ياخذ زيد ياخذ معلومات. لا حس بعدها بثلاث ايام هذا معناها مجهوداتي يعني معناها كما نقولوا معناها كان قعدت على حسابهم هما ما تخرجش من المركز وما يصيرش لا بحث ولا يصير حتى شيء فهمت، والى حد الان كانش امس زدت رجعت لهم. على اساس قلت لهم كيفاش ناخذ نسخه من محضر البحث باش معناها نجم نقدمه لك الجمهوريه الحكم التحقيق على خاطر المتعهد به حكم التحقيق المهديه فهمت. قالوا لي راه مازال ما بعثناهاش، قالت انا بعثها غدو على اساس اليوم مش يبعثها فهمت. الله اعلم صار ما صارش على خاطر ومن وقتها البوس ما عودتش تحلت ولا تحلت مره اخرى بعد؟ بعد تالي ولات بنتي تسجل لي في المكالمات معناها ديريكت، هو تطلب وقت اللي تعرف سوني ويهز عليها تحط ديريكت تسجل فهمت. وانت ما حاولتش تطلب معناتها من جهتك؟ من تونس لا سبيل اليه، ما يتعداش خط جمله وتفصيل. في المانيا، في فرنسا، في ايطاليا يطلبوا يسوني برك. يهزوش. من ليبيا يهز مره يتعدلك معناها تعدلك راجل فهمت ولا يتكلم شويه بمصري وبعد تالي يقول لها تقول له معناها تحكي معاه تقول له انا وخويا موجود معناها موجود معاكم ولا مش معاكم؟ سمعت انا مكالمه من المكالمات تقول له انا اخت انور موجود معاكم والا لا؟ صحيح فهمت. لا وبعت لي يقول له ايوه وبعت لي يقول له نو عربي معناها كوم كوا ما يحبش يعطي المعلومه معناها ما يحبش يقول لك مثلا البوزيسيون بتاعه
فهمتك. معناها اي في اي ثمانية حسب فيلم. انتم ما فسرتوا ما حللتوا الوضعيه هذيا، علاش البوس معناتها من تونس ما تسونيش؟ معناتها شنو هي المشكله؟ هي بوس تونسيه؟ بيس تونسيه اريد. اي علاش من برا معناتها يتم الحصول على البوس هذايا ومن تونس لا؟ معناتها اش قالوا لك معناتها الخبراء في الاتصالات في الاطار هذايا؟ مشيت لوريدو فهمت ولا ما غير ما تذكر اسم اسم المشغل به اي ما لا ما ثماش شخص معناها مشيت كاكا بارازار معناها على اساس باش نصب له 10,000 اي باش نعمل رومينج معناها باش اني صاب له 30,000 كل مره نصب له معناها فهمت على اساس باش معناها تقعد البيس ما يريد تبدا مثلا تعمل رومينج تولي تتكلم من كل بلاصه باش انت تتحصل عليه اي قال لي اخويا راي ما صدرت حتى مكالمه من تونس وما معناها ما جاتش منه حتى مكالمه صبيت له 30,000 قلت له بربي يا اخويا تعمل فيديو تقول لي مثلا قداش معناها شنو ظلم الفلوس معناها ب 30,000 ايش فيه سولد معناتها هاي؟ ايش فيه سولد فهمت قال لي راهو تو حاليا فيه 22,000 معناها ب 30,000 ولا 22,000 فهمت لا هذاك اخر حاجه معناها اخر معلومه عندك في الاطار هذايا شو مطلبكم انتم توا معناتها نداء استغاثه صيحه فزع لشكون بالضبط باش يتدخل في الموضوع هذايا باش تعرفوا مصير صغيراتكم الحاله الوحيده اللي نجم الدوله كانت نجم هي في استطاعتها باش نجم فهمت ولا خاطر علاش انا عملت عريضه قال لك نشوفوها لك محليه معناها محلية مشيت لوريدو قالوا لي راه ما ثماش حتى مكالمة صادرة فهمت واضح معناها بنتي ديما تتكلم ديما برشا معناها مش مرة مش اثنين جيس معناها آخر مكالمة ممكن جمع التالي ولا بقاها بعت لي سكر التليفون نطلبوا من السلطات معناها ينجموا على خاطر وزارة الاستعلامات ولا مش عارف شنو تسمى عندهم فهمت ولا ينجموا يطلعوا البيس معناها وين موجوده فعلا شنو هي الوضعيه بالضبط؟ ما حشناش خاطر ما تجيش ما تكونش محليه خاطر محليه صعيب باش معناها خاطر تحصل على البوزيسيون نتاعهم وين معناتها وانتم ما حاولتوش تتواصلوا مع وزاره الداخليه حتى انه على قليلك يا ودي اخرتها امس مشيت للمحامي عملنا محامي فهمت وقالت لي يلزمك تسجل معناها اني عملت سي دي في المكالمات صبيتهم في السي دي ومشيت هزيتهم لعند المنفذ، عند المنفذ طلب علي 200,000 باش معناها باش يعمل لي الواحد هذايا معناها التسجيل هذايا ما عرفش كيف شنو تسمى، قالت لي على خاطر المحامي قالت لي يلزم التسجيل من مع السي دي هذايا يلزمك تجيبه على طريق عند المنفذ ما يجيش كاكا معناها. عند المنفذ ولا عند الإشهاد؟ عند المنفذ عند المنفذ. ها؟ مشينا عملنا وعلى اساس معناها مش يرجع للمحامي باش تقدموا هي لحاكم التحقيق زي معناتها مسار قضائي قانوني معقد معناتها تعتبروه انتم كعائلات وينجم يضيع برشا وقت معقد على معناها ينجموا اذا كان يحبوا سر وانا شوي لو خفني رئيس حاكم التحقيق على قلت له خويا معناها نقص سكرتيري قلت له اختي راهو يقول لك المكالمه راهو التليفون ولدي تحل معناها ينجم في غدوة يتسكر ما عادش نلقاو حتى حل فهمت؟ علاش يوقفك؟ علاش يوقفك؟ معناها كيفاش انا طولت معناها قلت لها مادام ما تقبليش شغل اليوم قالت لي ارجع لي بعد 3 أيام ولا 4 أيام مش تعطيني استدعاء تقول لي ارجع لي بعد 3 أيام قلت لها مادام كيفاش نرجع لك 3 أيام وقت لها هي المكالمة معناها التليفون ولدي محلول معناها ما تطلبش باش معناها تزيد نوخر وقت فهمت باش ما تخسرش الوقت ينجم تسكر يكسر البيس يتسكر التليفون ما عادش ديجا تو تسكر معناها ما عادش معناتها سي فتحي انت فقدت ولدك البيس نتاعو تتحل ولا حتى عائلات اخرين معناتها بالنسبه للبيس بتاعي تحلت فيها مكالمات معناها تصير مكالمات والاخرين تحلوا نهار معناها نهار 30 ابريل 30 ايه 30 ابريل يعني بعد نهارين من عمليه الحرق بعد صحيت صارت مكالمه ولكني نفس المكالمه كيما هيك ما فهمت اللي هز عليهم واحد معناتها انتم تتصوروا انهم صغاركم وصلوا الى ضفه من الضيف معناتها من الجهه من الجهات وانهم محتجزين هذا السيناريو اللي عندكم توا
السيناريو اللي عنا أهلا والشكوك الكل، الشكوك الكل يكونوا في بنطلارية. خاطر علاش الرئيس، الرئيس هذا هذا قداش من مرة يحكيه وفاميلته وأهل مغادي كالي، قال لك هذا 8 مرات ومحكوم في لمبادوزا، محكوم في لمبادوزا، إذا كان يرجع يتشد في لمبادوزا مش يعدي 5 سنين. تمام. على أساس هو برنامجهم الرئيس هذا برنامجه مش يهبط في سيسيليا. فهمت ولا؟ سيسيليا شنو أقرب بلاصة لسيسيليا؟ ينجم إذا كان كما يقولوا وقفهم حاكم ولا حاجة، ينجم يكونوا في بانتلاري. اللي هي قريبة لقريبيا وما نعرفش ما كانت تعرفهاش، ما نعرفش. فهمت؟ بنيش مختصة برشا في الجغرافيا الحقيقة، ما نعرف. بانتلاري أنا نعرف، ما نعرفش، ما عنديش التفاصيل الحقيقة. بانتلاري هذه هي أصلا إحنا تو بالبحث بتاعنا وبالعباد اللي كلمناهم وحكينا معاهم يقولوا أن هذه جزيرة في تابع تالي لكن فيها قاعدة عسكرية أمريكية. معناها فهمتها معناتها أنتم تتوقعوا أنهم يكونوا محتجزين لغادي، هذه المعلومات اللي أنتم معناتها ترجحوها. إيه أغلب الظن الاحتمالات كل موجودة غادي كالي، لأنه علاش ينجم يكونوا شادينها مجموعة هذوما الجيش كل مجموعة هذوما ينجم يكونوا مخر جواسيس ما إرهابيين معناها فهم. معناتها أنتم تحبوا تعرفوا مصير صغيراتكم، معلومة إذا كان يستحقوا محامين، إذا كان يستحقوا إجراءات وغيره، معناتها تحبوا تعرفوا في الإطار هذا. على كل هو نداء معكم أنتم من خلالكم كعائلات ربما لوزارة الداخلية حتى كانت تدخل في الموضوع هذا وتشوف لكم شو ما الصغيرات هذوما 13 قلت لي هكا بالضبط هما شاركوا في عملية الحرقة، شنو مصيرهم بالضبط، وين موجودين عائلاتهم اليوم معناتها محروقين العائلات. بحسب الجمعه كان اللي يعفس عليها يقول لك انا نعرفش صغيري وين نكلم فيه على التليفون نتاعه، والتليفون يتحل ويكلموني عباد اخرين لكن ما مش قاعدين يعطيو فيا في حتى في حتى معلومه. شكرا لفضلك، ان شاء الله ربي يسمعكم كل خير. سي فتحي بن عاشه والد احد المفقودين في عمليه حرقه.